بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. أخوكم إبراهيم عبد العزيز. هنشرح إن شاء الله موضوع بعنوان لف محرك كهربائي 72 مجرى 4 قطب 1450 لفة في الدقيقة 3 فازة جانبين في المجرى. إذا عجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ولايك وشير. سنتناول بإذن الله في هذا الموضوع كل من العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك من ناحية التقسيم وخطط اللف والبدايات، الفرق بين كل وجه والآخر، والتوصيل الداخلي بين مجموعات كل وجه، ورسم انفراد يشمل جميع ما سبق وتطبيقا لما سبق. ننتقل أولا للعمليات الحسابية الخاصة بالمحرك. طبعا عندي المحرك هنا جانبين في المجرى، هيكون عندي جانب من الأعلى وجانب من الأسفل. الجانب الذي من الأسفل سوف نخضعه لقوانين تقسيم المحركات الثلاثة فازة، أما الجانب من الأعلى سنخضعه لخطوة اللف كما سوف نرى. التقسيم لفات من الأسفل، أولا هنقوم بإيجاد عدد المجاري تحت كل قطب، هتساوي 72 مجرى على 4 قطب، هتديني 18 مجرى تحت كل قطب. ثم نقوم بإيجاد عدد مجاري الوجه الواحد الفازة الواحدة تحت كل قطب، هتساوي عدد مجاري القطب وهي 18 مجرى على 3 فاز، هتساوي 6 مجاري. يبقى عندي 6 مجاري لكل فازة تحت كل قطب. هنا عدد المجموعات في طريقة الجانبين في المجرى، عدد سرية المجموعة الواحدة للفازة هتساوي عدد مجاري الفازة الواحدة تحت القطب الواحد. هنا عدد المجاري الفازة الواحدة تحت القطب الواحد هتساوي عندي 6 مجاري، يبقى أنا عندي 6 ملفات للمجموعة الواحدة لكل وجه. عندي كده أنا 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 ملفات لكل وجه. أما هنا في المحرك خطوط اللف هتكون 1 إلى 13 للملفات من الأعلى، وأنا ما هبدأ أرسم الملفات من الأعلى، مجاري من الأعلى هكون أخضعها لخطوط اللف 1 إلى 13 كما سوف نرى في رسم الانفراد لاحقا. هنا البدايات للمحرك هتكون بداية الوجه الأول للمجموعة الأولى، وبداية الوجه الثاني للمجموعة الثالثة، وبداية الوجه الثالث المجموعة الخامسة كما سوف نرى في رسم الانفراد لاحقا. طبعا نقوم بإيجاد الزاوية الكهربائية لحساب البدايات أيضا بنفس الطريقة. الزاوية الكهربائية، أول حاجة نقوم بإيجاد الزاوية الكهربائية بين مجرين متجاورين وهتساوي 180، وهي زاوية القطب الواحد وهو رقم ثابت، على 18 اللي هي عدد المجاري تحت كل قطب سبق حسابها، هتساوي 10 درجات. المسافة بين كل وجه والآخر أو كل طور والآخر هتكون 120 وهو رقم ثابت، على 10 درجات الزاوية بين كل مجرى والآخر في هذا المحرك، هتديني 12 مجرى وهي عدد المجاري فرق بين كل وجه والآخر. هنا عندي كل مجموعة هتكون 6 مجاري، لو حسبناها 6 و6 هنلاقيها 12، يبقى هبدأ من المجموعة الثالثة كما سوف نرى في رسم الانفراد. التوصيل هنا بين المجموعات هيكون نهاية في نهاية وبداية في بداية، والتيار يمر في اتجاه معاكس، وتكون عدد الأقطاب نفس عدد المجموعات 4 مجموعات. نوع اللف جانبين بالمجرى. هننتقل إلى رسم الانفراد وتوضيح ما جميع ما سبق. إذا عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك ولايك وشير ومشاهدة فيديو الانترنت لدعمنا. أخوكم إبراهيم عبد العزيز. هنا احنا قلنا إن احنا حسبنا إن القطب 18 مجرى، 6 مجاري لكل وجه. هنقوم برسم اول 6 مجاري باللون الازرق للوجه الاول، والاخضر 6 مجاري ايضا، و6 مجاري بالاحمر. يبقى هنا عندي 3 الوان، كل لون يمثل وجه، وعندي 18 مجرى، ده اول قطب. هنقوم برسم القطب الثاني ايضا 18 مجرى، 3-6 لكل الوجه، ثم 18 مجرى، ثم 18 مجرى. اذا هنا عندي 72 مجرى تم رسمهم وتقسيمهم طبقا لقوانين تقسيم محركات الثلاثه فازه. طب هنا المجاري من الاعلى، مجاري الاعلى هتحددها عندي في جانبين في المجرى خطوه اللف. خطوه اللف هنا عندي ثابته من 1 الى 13، يبقى انا هبدا من 13 ارسم اول قطب. اول قطب عندي كام؟ 18 مجرى لكل وجه، 6 مجاري. يبقى انا هنزل ايه؟
اول قطب، لكن بداية من المجرى رقم 13. انا عندي خطوط اللف ثابته 1 الى 13، يبقى ده اول ملف عندي في اول مجموعه لاول وجه. وهبدا ارسم ايضا القطب الثاني، القطب الثالث، القطب الرابع. يبقى الفرق اللي احنا بدانا هنا من المجرى رقم 13 الرسم ليست من مجرى واحد، يبقى هنا من واحد بدانا طبقا لقوانين تقسيم المحركات في المجاري من الاسفل. تمام حضراتكم. البدايات احنا قلنا المجموعه الاولى هنبدا ليها للوجه الاول، هبدا طبعا من اي مجرى، احنا هنبدا من رقم مجرى رقم واحد، احنا مرقمينه بواحد. هنا مرقم انا عندي من واحد لعشرة، هنا زيرو عشرة، زيرو التاني هو 20، هيبقوا دول 30، دول 40، 50 وهكذا، يعني كل زيرو هيدي رقم بعد كده ايه عشرات اكبر. هنبدا بالرمز يو. هنا بداية الوجه الاول هقوم باسقاط ستة سرية بخطوة لف واحد الى 13. اول سرية، تاني سرية، تالت سرية، رابع سرية، خامس سرية، سادس سرية. يبقى انا عندي هنا المجموعة تتكون من ست ملفات او ستة سرية بخطوة لف واحد الى 13. طبعا التوصيل داخل نفس المجموعة هيكون نهاية في بداية ومر التيار في اتجاه واحد. طبعا انت بتلف طبعا الفرامة هتكون متوصلة بتوصيلة النهاية في البداية، لكن احنا ايه بنوضحها برضك في اول وجه ولن نوضحها في الوجه الثاني والثالث. يبقى كده هنا نهاية المجموعة الملف الاول مع بداية الملف الثاني، ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث، ونهاية الثالث مع بداية الرابع، ونهاية الرابع مع بداية الخامس، ونهاية السابع مع السادس. انا مؤاخذة بذكر المجال، يعني نهاية الملف الخامس مع بداية السادس، الملف السادس. وبكده يكون بتبقى لدينا طرف هو نهاية الملف السادس ونهاية المجموعة الاولى. هنقوم باسقاط المجموعة الثانية، وهي ايضا ستة سرية خطوة لف واحد الى 13، واحد الى 13، والتوصيل نهاية في بداية داخل نفس المجموعة، نهاية السرية الاولى مع بداية السرية الثانية، ونهاية السرية الثانية مع بداية الثالثة، ونهاية الثالثة مع بداية الرابعة، ونهاية الرابعة مع بداية الخامسة، ونهاية الخامسة مع بداية السادسة. يتبقى لدينا طرف وهو نهاية السرية السادسة ونهاية المجموعة الثانية، وأيضا المجموعة الثالثة، ستة سرية بخطوة لف واحد إلى 13، والتوصيل نهاية في بداية، نهاية في بداية، نهاية في بداية، نهاية في بداية. ثم آخر مجموعة للوجه الأول أيضا ستة سرية بخطوة لف واحد إلى 13، السرية الأخيرة. يبقى كده هنا هنوصل برضك نهاية في بداية، نهاية السرية الأولى مع بداية السرية الثانية، نهاية الثانية مع بداية الثالثة، نهاية الثالثة مع بداية الرابعة، نهاية الرابعة مع بداية الخامسة، نهاية الخامسة مع بداية السادسة. كده أنا اكتمل عندي إسقاط أول أربع مجموعات للوجه الأول. طب عند توصيل بين المجموعات، طبعا هنا عندي المجموعات متجاورة، إذا التوصيل هيكون نهاية في نهاية وبداية في بداية. يبقى التوصيل نهاية في نهاية وبداية في بداية. يبقى أبدأ من المجموعة الأولى، هنوصل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية. أدي نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية. ثم نقوم بتوصيل بداية المجموعة الثانية مع بداية الثالثة، ثم نقوم بتوصيل نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة. يتبقى لدينا طرف وهو نهاية بداية المجموعة، وبكده يكون عندي نهاية الوجه الأول وهي بداية المجموعة الرابعة للوجه الأول، ويرمز لها بالرمز إكس. الآن نكتب لكم لحضرتك الإكس. يرمز لها حضراتكم برمز الإكس. أما بداية الوجه الثاني، بداية الوجه الثاني هيبدأ عندي هنا قلنا من المجموعة الثالثة. لو عدينا المجموعات هنلاقي مجموعة اتنين تلاتة، يبقى هنبدأ من المجرى رقم 13، أو كما تم سابقا حسابه أن فرق الوجه عن الوجه الآخر 12 مجرى. لو تركنا 12 مجرى من الوجه الأول، يبقى هنبدأ أيضا من المجرى رقم 13 الوجه الثاني، وهنرمز له بالرمز V. هنقوم أيضا بإسقاط المجموعة الأولى تتكون من ستة سرية بخطوة لف واحد إلى 13. هنا
أول ملف، ثاني ملف، ثالث ملف، رابع ملف، خامس ملف، سادس ملف. يبقى أنا هنا عندي أول مجموعة الوجه الثاني، الطور الثاني أو الفازة الثانية، مكون من ستة سيريا، ست ملفات من المجموعة الواحدة. احنا مش هنقوم بالتوصيل الداخلي داخل نفس المجموعة لعدم صعوبة الرسم، احنا وضحناه في الوجه الأول اللي هو نهاية في بداية. هنقوم بإسقاط المجموعة الثانية بنفس خطة اللف، 1 إلى 13، 1 إلى 13، 1 إلى 13، 1 إلى 13، 1 إلى 13. كده المجموعة الثانية ستة سيريا. المجموعة الثالثة بنفس خطة اللف، 1 إلى 13، 6 سيريا، 1 إلى 13، 1 إلى 13. ثم المجموعة الأخيرة للوجه الثاني بنفس خطة اللف أيضا، هنا لاحظ كده من المجرى 67، المجرى 7، ندخل الملف الثاني، السرية الثانية، السرية الثالثة، السرية الرابعة، السرية الخامسة، وأخيرا السرية السادسة. هنا نقوم بالتوصيل بين المجموعات أيضا، نهاية في نهاية وبداية في بداية. يبقى إذا نهاية المجموعة الأولى اللي هي من المجرى هنا مع نهاية المجموعة الثانية، ثم نقوم بتوصيل بداية الثالثة مع بداية الثانية مع بداية الثالثة، ثم نقوم بتوصيل نهاية الثالثة اللي هي من المجرى هنا 76 للمجرى رقم 12. يبقى هنا يتبقى لدينا في هذا الوجه وهو بداية المجموعة الرابعة والأخيرة اللي هي من المجرى 67، ويرمز لها بالرمز U، رمز Y، معذرة. هنا بعد كده هنبدأ الوجه الثالث أيضا من المجموعة الخامسة. لو عدينا هنا مجموعة 2 3 4 5، يبقى هنبدأ من المجرى هذا، يا إما بفرق 12 مجرى من الوجه الذي يسبقه. لو من هنا عدينا من هنا لغاية المجرى ده هيطلع هنا عندي 12، ادي 6 بالأحمر وادي 6 بالأزرق، هيبقى هنا بداية 12. يبقى نبدأ من المجرى ده الوجه الثالث، طبعا احنا عايزين في رقمه، ادي هنا 10، ادي 20، يبقى المجرى رقم 25. هنبدأ الوجه الثالث ويرمز له بالرمز W، وهنقوم بإسقاط أيضا المجموعة الأولى وتتكون من 6 ملفات أو 6 سيريا. الملف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. يبقى كده دي أول مجموعة للوجه الثالث، ثم المجموعة الثانية 1 إلى 13، 1 2 3 4 5 6، يبقى أنا 6 ملفات. المجموعة الثالثة أيضا 6 ملفات، لاحظ أنا المجموعة الثالثة، هذا أول ملف، ثاني ملف، ثالث ملف، رابع ملف، خامس ملف، سادس ملف. هنا المجموعة الأخيرة للوجه الثالث مكونة أيضا من 6 ملفات أو 6 سيريا. هنقوم بالتوصيل الوجه الأخير، هنا عندي المجموعة الأولى بدأ بيها، نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية، ثم نقوم بتوصيل بداية الثانية مع بداية الثالثة. انا مبطئ لك يعني الشرح عشان خاطر طبعا صعوبة الرسم. ادي بداية الثانية مع بداية الثالثة، وهنا هتكون نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة. يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الرابعة للوجه الاخير والوجه الثالث، وينحصر بين اثنين بدايات يرمز له بالرمز Z. وبكده يكون اكتمل شرح لف محرك 72 مجرى، 4 قطب، 3 فازة، جانبين بالمجرى. طبعا اذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير، وشاهد الفيديو على الانترنت دعمنا. اخوكم ابراهيم عبد العزيز. هنا برضك اترك ليك لو انت عايز تصور الشاشة رسم انفراد لهذا المحرك دائري، اسم المحرك محرك كهربائي 72 مجرى، 4 قطب، 3 فازة، جانبين بالمجرى. طبعا هنا هتلاقي اختلاف بسيط، ان انا منظم لك البداية من 1 كده، لكن هو بدأ من هنا. لو احنا لاحظنا هنلاقيه بادئ من هنا من ال W وبادئ كده، بس احنا ايه بننظمها عشان خاطر تكون الارقام مثلثة مع حضراتكم. اذا عجبك الفيديو ادعمنا باشتراك ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.